تعالى بقى كلمني عن التربية وكلمني عن انه العيال بيعندوا، كلمني عن الطفل اللي ما بيسمعش كلامه، كلمني عن الطفل وعن الطفل وعن الطفل. اقدر انا اتعامل معاه بنفس المنهج ده طول الوقت؟ يعني هل انا اقدر طول الوقت تبقى الحنية هي الاساس؟ يعني لو استخدمت مصطلح التربية الحديثة اللي هو قالك ايه، انتوا ازاي يعني ازاي بتتكلموا عن الضرب؟ الضرب ده لازم تشلوه من القاموس. حاضر. تمام. انت ازاي تزعق لابنك؟ الزعيق ده بيدمر جهازه العصبي. عينيا. طب يعني ما ينفعش تصغر له، ما ينفعش تبص له كده بصه فيها اهانه، انت كده بتهينه. طب حاضر، طب اعمل ايه؟ طب تاخده انت تربيه وتجيبه لي وهو 15 16 سنه؟ يعني قول لي برضو اعمل ايه. انا فاهم شريط تقصد ايه. هو هقول لك، هو اولا طول العمر في مدارس وفي الناس سبحان الله، بدليل ان انا هقول دلوقتي ده مكتوب في كتاب اجنبي، كلمه اسمها باثولوجيكال ديستيني، القدر المريض. هي يعني الفكره انه ساعات انت جاي كطفل، يعني جيت في سيناريو لتحل مشكله، انت جيت انت حلو هيلثي والبرين بتاعك حلو، بس جيت لقيت راجل متجوز ثلاث ستات ما بيخلفوش، فهو مستنيينك انت علشان لما تيجي انت هتحل ازمه كبيره مثلا. فالواد جه لقى نفسه متسطب في حاجه، فتربى بطريقه فيها دلع شديد جدا او فيها عنف شديد جدا، ده قدر انت مش هتقدر تغيره. باباك شايف ان التعليم انت لازم تتحط في هندسه عشان انا مهندس، انا مخي مش بتاع كده، رحت محطوط فيه. تمام. هنا احنا اللي اقصد اقوله ان المدرسه اللي انت الطريقه اللي باباك ومامتك للاسف بيشكلوك بيها ممكن تبقى حلوه قوي، كنت نافع تبقى مونولوجيست، تبقى حد كده بيعمل حاجه، لقيت نفسك محطوط في السيريوس، في الاتجاه السيريوس، مش هتبقى حلو، مع ان انت كنت ممكن تبقى حلو. بس ايه الرؤيه هنا بتاعت البيرس؟ عشان كده بنقول ايه، يعني الاب والام اللي هم هيربوا اولادهم لازم اولا يكون عندهم، يعني ده بنتكلم على الاجانب، الكلام ده في الاجانب، احنا كمصريين وكشرقيين دايما حاسين اولا احنا غلط في طريقه التربيه، لازم في مدرسه العنف وفي مدرسه اللي سايبين، اقول لك ده حد سايب كده انت ده مش هيتعلم، ده هيبقى متدلع، ده العماسخ اللي انت بتعمليه ده. هو ده موجود وده موجود وده موجود، ولازم نقبل. كل ما كنت انت ربنا خلقك برود مايندد وعندك سعه في الافق، كل ما انت يعني ما اندفعتش انت كبيرنت كمربي في احكامك على ابنك وفي طريقتك، وممكن تغير. يعني انا ممكن كنت بضرب، ممكن اغير نفسي. يعني برضه عايزين نتفق على الحكايه دي، انه خلاص الست قدرها، يا سيدي انا بتاعت الضرب، انا العنيفه، خلاص انا البعبع بتاع البيت، والراجل انت ولا عكس صحيح. لا، انت ممكن تتغير لو في يعني حته الموهبه في الموضوع. في موهبه، في موهبه في التربيه، يعني سبحان الله، في ثلاث حاجات، في موهبه، في كورسات بتديك كواليفيكيشنز، في خبره انت بتمارسها. ما هو الام اللي خلفت اربعه المالتي غير المونو، المونو دي اول طفل لسه، فبيقولوا بتتدرب. طب تعالى